السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. غنطلقوا اليوم ان شاء الله في فيديو سبيسيال على القناه ديالي، هو فيديو ديال التحضيرات ديال عيد ميلاد ديال ولدي. وجدت معكم ايتاب باغ ايتاب من الاول حتى الاخر، وصورت لكم كاع داكشي اللي درت فيه والتحضيرات وكل شيء صورته لكم، وحطيت لكم هكا فيديوهات باش حتى نتوما تشاركوا معايا هاد اللحظات هادو، هاد التحضيرات هادو ان شاء الله. وكنتمنى ان هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والفيديوهات القادمه ان شاء الله، لانني قسمت لكم على فيديوهات باش ما يجيش طويل بزاف، لان فيه تحضيرات ما قبل، وصورت لكم حتى البوفي ديال العيد ميلاد اللي صوبته بوحدي، كل شيء صوبته في الدار، لا بالنسبه للديكوراسيون ولا بالنسبه للبوفي، داك الكاطو كاع داكشي اللي تيكون معاه كل شيء صوبته في الدار. فهادشي كله صورته باش نشاركو معكم ان شاء الله، باش تاخدو حتى نتوما فكره. بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا دي بوفي بوحدهم وتيتخلعوا غير من الكلمه ديال بوفي، لان الصراحه تيكون شويه فيه بزاف ديال الحوايج ما يدار وتيكون متعب شويه. ولكن الا كانت لوغانيزاسيون وكان داكشي كله مقيد عندكم فرقه وعارفين باش غتبداو وشنو اخر حاجه غتصاوبوها وكل شيء مقادينو، فان شاء الله غادي تمشيو مزيان وما غادي يوقع لكم حتى شي ارتباك ولا حتى شي توتر ان شاء الله. المهم انا شاركت معكم المراحل كيفاش صاوبت البوفي بوحدي، وكنتمنى الفيديو يروق لكم ويعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش التشجيعات ديالكم دائما في الفيديوهات اللي كنحط لكم، باش نتشجع ونبقى نحط لكم دائما كل ما هو جديد. اولا بديت لكم هذا الفيديو بجوله في محل ديال البيع داكشي ديال الحلويات والليمون، المهم كاع داكشي اللي خاص بالحلويات. هذا المحل هذا عنده داكشي ديال الحلوه، لا بالنسبه لليمون لا بالنسبه هذا الدهاز ديال الطيافر الطبوقه، هذا المحل فيه كل شيء. فحاولت نضرب لكم دويره، كنصور لكم كل شيء باش تاخذوا فكره على داكشي اللي كاين. كيبيع كل شيء، حتى دوك اللوازم باش كنحنا نخدموا، الطوابع لي بات كلهم، الملونات داكشي باش كنزوقوا، هادشي ديال الحنه كيف ما كتشوفوا، السكر اللي كيكون مزوق. المهم داكشي اللي ولا دابا ديال لا بالنسبه للخطوبه ولا الدفوع ولا، المهم هو داير هادشي كله في المحل ديالو باش اللي بغى شي حاجه تلقاها. كيحاول يستقطب جميع الفئات او لجميع الناس اللي كيبغيو هكا شي حاجه للمناسبات ديالهم. مهم كنت غير غادا نتقدى وقلت نضرب لكم هكا دويره باش تشوفوا معايا ونكمل معكم ان شاء الله الفيديو في التحضيرات. خليكم معايا. هنايا غادي ندوز باش نوجد معاكم البوب كيكس اللي وجدت لهم الكيكه ديالهم قبيله كيفما شفتوها، غير كيكه عاديه تقدروا ديروها كحله اولا ديروها بيضه على حسب نتوما شنو تبغيو. هنايا باش غادي تجيني داك الكيكه شويه مخلطه بشويه ديال الحبوب هكا والزرارع، غادي نزيد فيها انا هاد الزرارع هادو مخلطين، عندي فيهم شوفان، عندي الزنجلان، عندي زريعه الكتان، عندي بزاف ديال الحوايج. وهنايا غادي نزيد فيهم حبوب الشيا، المهم هادشي كيبقى اختياري، تقدروا نتوما ديروا غير اللوز كركاع مثلا مهرمشين اولا الزبيب اولا اللي بغيتوا، ولا تقدروا تخليوها عاديه، راه كاين اللي كيخليها غير هكا. بالنسبه للمكون اللي غادي نجمع به هو الكونفيتور، الكونفيتور ديال الحلوه راه معروف كيجي سايح بحال هكا وما كيجيش فيه طريفات، كيجي سائل خفيف وما فيهش طريفات كيف ما قلت لكم. وكاين اللي كيديرها بالشوكولا بالشوكولاط ديال نوتيلا الا كان عندكم حتى هو مزيان. المهم دابا غادي ندوزو باش نوجدوها، راه ساهله ماهله، وغادي نديرها من بعد في الشوكولاط. المهم نتوما تشوفوا معايا ان شاء الله كاع المراحل.
ملي كنطحنوا هنايا كتفرتت لينا مزيان احسن من اننا نفرتوها بيدينا، حيت نقدروا نخليو شي طريفات كبار. هكا ملي كندوزوها في الماكينه كطحنها لنا مزيان كيف ما شفتوا كتخرج مخير. صافي غنكمل حتى نكمل الكيكه اللي عندي. صافي هنايا بعد ما طحنت الكيكه كامله كيف ما شفتوا صافي، دابا غادي نبدا نضيف عليها الكونفيتير شويه بشويه حتى تخلط ليا. غادي نزيد عليها هنايا حبوب الشيا. صافي هنايا كنبداو نخلطو حتى كنشوفو بلي بدات كتشكل عندنا بحال هكا كويره ما كتهرسش، يعني صافي راه باركه عليها راه وصلت لذاك القوام اللي حنايا باغيين. صافي هنا راه ما استعملتش الكونفيتير كامل، غيبقى ليا هنايا شويه. صافي هنايا راني كملت من البوب كيكس، غادي ندوز باش نشكلهم معكم الكويرات اللي غادي يكونوا متساويين باش عاد من بعد نغطسهم في الشوكولا. وهانتوما معايا هنايا بالنسبه لهاد الكيك بوبس غادي نغطسهم في الشوكولات. هنايا خلطت ما بين الشوكولا نوار والشوكولا ديال الحليب، ما بيناتهم دوبتهم بجوج، زدت عليهم شي شويه ديال الزيت وخلطتهم مزيان باش فيهم غادي نغطس هاد الكيك بوب كيف ما قلت لكم. هنا غنوريكم واحد الطريقه باش هاد العويدات ما يتحيدوش لكم من الكرات ديال الكيك. الا بغيتهم يشدوا مزيان تتغطسوهم هكا في الشوكولات هما الاولين، وعاد كتخشيوهم في دوك الكويرات باش ملي كيبرد داك الشوكولات كيشد لينا مزيان دوك العويدات في وسط الكيكه، باش ملي كتجيو تهزو ما كيتحيدوش كيكونوا مشدودين مزيان. هذه واحد لاستيس خصكم تعتمدوها باش كتبقى شاده لكم مزيان كيف ما قلت لكم، وباش كيصدقوا لكم زوينين. ملي كنديروهم بحال هكا عاد كنشدوهم ونغطسوهم في وسط الشوكولا وكنحطوهم بحال هكا باش يبردوا لينا مزيان. صافي هذه هي الحيله زعما اللي بغيت نشاركها معكم بالنسبه لهاد العويدات هادو. المهم هاد الكيك بوب صراحه تيحماق عليهم الوليدات الصغار وكيجيو فنين في المنظر وحتى في المذاق. وكيف ما قلت لكم لا بغيتو يكونوا هكا صحيين تضيفوا لهم هكا شي حويجات اللي هما ما تيبغوش ياكلوهم لكم عاده، كتدرقوهم نتوما في ديك الشوكولا في ديك الكيكه كياكلوهم ما تيعرفوش المذاق ديالهم ما تيميزوش. انا غادي ندوز باش نحضر واحد الصابلي ديال الزبده، كيكون على باز ديال الزبده ماشي بحال الصابلي اللي كنحضروا زعما عاده في الحلوه ديالنا المغربيه اللي معروفه. هذا تيجي غير بكاس المكونات الزبده سكر كلاسي والطحين اللي غادي نديرو معكم دابا. المهم هنا بالنسبه للزبده عندي 230 غرام ديال الزبده اللي كيف ما شفتوا لينه، يعني خليتها جبتها من الثلاجه وخليتها طلقات ليا مزيان باش تعجن ليا دغيا دغيا ما تكونش قاصحه. وهنايا عندي 85 غرام ديال السكر كلاصي، بالنسبه اللي ما تعرفوش العبار 9 ديال المعلقات ممسوحين ديال السكر كلاصي غادي نحتاجو حتى هو. بالنسبه للطحين غادي نديرو جوج كيسان ديال الطحين ونشوفو ديك الساعه عندنا ميزان. صافي هنايا من بعد ما زدت جوج كيسان ديال الطحين وتعجنات ليا مزيان غادي نزيد اخر حاجه الروح ديال الفاني باش غادي نسم هاد الكوكيز. هذا غادي ندير غير هكا راس معلقه باش يجيني بنين. صافي هادي هي اخر حاجه. هنايا الطريقه اللي غادي نعتمدها مع هاد الصابلي تاع الكوكيز، غادي ندير السولوفان بحال هكا
وغادي ندير فيه العجينه. غادي نمشيها في الفريك وتبرد ليا ولا في الثلاجه، عاد من بعد غنقدر نستعملها. هنا هادشي كله اللي كنصور معكم صوبته في نهار واحد، يعني في عشيه وحده صوبت هاد الصابلي او هاد الكوكيز ديال الزبده، صوبت البيني او الدونات، وصوبت حتى دوك الكيك بوبس. كيف ما قلت لكم البوفي باش ينجح لكم وباش تقدروا توجدوا كل شيء، ضروري من انكم تنظموا الوقت ديالكم وتكتبوا كاع داكشي اللي غادي تحتاجوه في ورقه اولا في اجنده بحال اللي شاركت معكم في الاول الفيديو. هذيك شي حاجه ضروريه ومهمه بزاف 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 في التنظيم ديال البوفي، باش كتمشيو مزيانين وكتعرفوا الوقت اللي غادي يكفاكم وكتضمنوا انكم ما غادي تنساو حتى شي حاجه ملي تكونوا كتوجدوا لهذا البوفي. فانا هادشي اللي اعتمدته والحمد لله، ما لقيت حتى شي مشكل، واي حاجه كنبغي نديرها كنقلب على لانغريديون ديالها كنلقاه عندي ديجا، لانني شريت كاع داكشي اللي غادي نحتاجو. كديروا بعدا شنو باغي نديروا في هذا البوفي، كتقادوا داكشي، كتعرفوا كل حاجه شنو غادي تحتاجوا فيها، كتمشيو تقداو لي كورس ديالكم. وضروري في ديك التقديه ما خصكم تنساو حتى شي حاجه، تحاولوا تكتبوا كلشي باش ما تنساو والو، باش النهار اللي كتكونوا كتوجدوا فيه ما خصكمش تخرجوا فيه للزنقه وتسخروا، تيكون نهار ديال التوجد ديال الدار. كيف ما شفتوا انا هاد العشيه هادي حاولت نصاوب فيها هادشي كله، لان كلشي كان عندي موجود قبل. فهذا هو السر باش غينجح لكم البوفي وباش نتوما ما يضيعش لكم الوقت ويدوز لكم كلشي ان شاء الله مزيان. يلا خرجتهم دابا من الفران، غنخليهم حتى يبردوا مزيان، ما نحركوهمش، عاد ديك الساعه نقدروا نهزوهم. ودابا ان شاء الله غندوز باش نوجد معكم الدونات اولا البيني اللي غيطيبوا في الفران، ما غنقليهمش في الزيت، بغيت نتفادى شويه الزيت باش يجيو شويه صحيين، باش ما يضروش حتى الوليدات الصغار. المهم هنايا درت قياس ديال نص كيلو ديال الطحين، غادي نزيد عليه كاس لارب ديال السنيده، غادي نزيد جوج بيضات، غندير كلشي دقه واحده وغنعجنهم. غادي نزيد عليهم كاس ديال الحليب، كاس ديال الماء، غادي ندير شويه ديال الروح ديال الفاني باش تنسمهم ليا، اولا نتوما ديروا الساشي ديال الفاني اولا ديروا قشره ديال الحامضه ولا اللي بغيتو، غير باش تنسموهم باش يجيو لذيذين. دابا غنزيد عليهم الخميره ديال الخبز، تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره، وغنخلي الزبده هي الاخيره، غنضيفها حتى الاخر وغادي نعجنهم. عندنا دابا هاد البول هذا اللي غندير فيه العجينه، ندهنو مزيان، ندير شويه زيت الزبديه ونهز العجينه، ضروري راه كتجي خفيفه كيف ما شفتوا، ولكن غير ديروا الزيت باش تعاونكم. هنايا اللقطه اللي كنت كنصور فيها وانا كنشكل بيني ما تصوراتش، انا سحب لي التليفون شاعل ولكن مع الاسف كان حابس،
فما تسجلتش ديك اللقطة. المهم حاولت نديرهم قريصات ومن بعد ندق عليهم شي شوية بيدية وجبت شي حاجة اللي تقبت بها الوسط صافي وحطيتهم درت عليهم شوية ديال الطحين من التحت باش ما يلصقوش ليا ضروري لان انا غنطيهم في الفران. واخا درت الاخرين بابيي كويسون فرشيتو حتى هو شوية خفت لان العجينة عندي خفيفة خفت تمشي تلصق ليا فضروري ترشهم بالطحين من التحت وخليتهم يخمروا المرة الثانية عاد درتهم يطيبوا في الفران. انا جيت نشارك معكم الطريقه ديال الرويال ايسين او لا التثليج الملكي كيف ما تيقولوا بالعربيه اللي هو سكر غلاسي. كنخدموه بواحد الطريقه مع شويه ديال الماء وشويه ديال العصير الحامض وكنحركوه مزيان كنخلطوه مزيان وكيعطينا واحد الكلاصاج اللي كيبس مع المده. هذا كيعطينا واحد الشكل بعدا كيجي كيبري وكيعطي حتى واحد المذاق زوين ما بين شويه ديال الحلاوه وشويه ديال الحموضه. المهم هادو غنوجدهم باش نزوق بهم الوجه ديال الدونات. واحد شويه غادي نخليه بيض وشويه غادي ندير له الكولورون وواحد الكيميه واحده اخرى غادي نديرها بالشوكولاط. المهم هنايا خدمت السكر كلاصي مع شويه ديال الحامض مع شويه ديال الماء ودوزتو هنايا في الصفايه ضروري باش نتاكد انه ما بقاش عندي شي حاجه مكوره فيه واحتفظت به باش بي غادي نزوق كيف ما قلت لكم الدونات ديالي. انتم غادي تشوفوا معايا هادشي. هنا بالنسبه للتزيين تختاروا اللي بغيتو وانا بما انني دايره لو تيم ديال لانيفيرسير فيه الكحل وفيه الدوغي فتعمدت انني ندير كل حاجه ما بين الكحل وما بين الدوغي وشي حاجه خفيفه ديال البيض في وسط منهم ماشي مشكل. داكشي علاش هنايا في الديكوراسيون ديال الدونات اختاريت شويه ديال الشوكولا وشويه ديال هاد الحبيبات هادو اللي في الدوغي للتزيين بحال هكا فوق داك الكلاصاج اللي كيف ما كتشوفوه في البيض جا المنظر ديالهم كيحمق. كل وحده غنصاوبها غنديرها فوق هاد الشبيكه هادي باش كتستقطر ليا وفي نفس الوقت كيشد ليا داك الكلاصاج وكيبرد. غادي نكمل بهاد الطريقه هادي كل شويه غادي نخدمهم بديكور مختلف وبلوينات مختلفين باش هكا كيجيوني مشكلين ومنوعين. المهم تشوفوا معايا النتيجه في الاخر ان شاء الله.